معاهم. يلا تصبح على خير. شهد تعالي عايزاكي. فوتي اقعدي. حاضر. عرفت ان عزة طلب يدك النهارده؟ حصل النهارده. مبروك. الله يبارك فيكي. شكلك مبسوطة. هو راجل زين والله. بالك انت بعد اللي حصل لو واحد تاني كان راح معوضش. هو زين. ان شاء الله تتجوز وتتهني. انا بس عايزة اقول لك كلمتين. هو في ايه؟ هو انا عملت حاجة ضايقتك مني؟ لا والله خالص. انا بس عايزة اقول لك الكلام اللي كريمة كانت هتقوله لك لو كانت موجودة. شوفي يا حبيبتي، الست عمود البيت، وبينك وبين راجلك ربنا، اتقي ربنا فيه، وإياكي تدي ودنك للناس. الناس ما عندهاش غير كتر الكلام وخراب البيوت. واوعي ترفعي حسك عليه، يزعل يتقهر، ولو اتقهر منك هدور على غيرك تشبر قلبه. فاهمة؟ ولو بعد سيبيه شوية وشوفيه، لقيتيه زعلان اتكلمي معاه وشوفيه ماله، ورجعيه بالمودة والرحمة. فاهمة؟ ليه بتقولي لي الكلام ده النهارده؟ عشان البيت الكبير ما واجهش إلا لما كل واحد فينا شاف العفش اللي في التاني ولا شافش الحلو. سامعاني يا شهد؟ مفيش دعوة باللي فات، بس قدامك وأنا موجودة لو عايزة أي حاجة قولي لي. امسك يا شهد. حلوة فتحتك. ربنا يخليك لي يا ام جبرية. يا سلام يا سلام اللي ما عملتيها مع شمس دي، لو عرفت هتهد الدنيا. شمس ما تعملش كده، دي طيبة وغلبانة. هاتي اشوف كده يا شهد. الله يسلم زوجك يا مرات عمي. تسلمي حبيبتي. عارفة أنا كنت عاوزة أعمل ليلة كبيرة لشهد، بس أنا عارفة إن هي بتحب الرقص. بقى كده بتقري فتحتك من غير ما تقولي لي؟ والله العظيم ما هعديها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. طب كنتوا كلمتوا حسن، كان المفروض يبقى موجود معاكم في يوم زي ده. مروان فضل يتصل بيه بس تليفونه مقفول. يا ريتال نعمل ايه؟ يا عيني اتهديتي يا اختي واتبطتي، جبت الواد على ملا وشه. نصحى يا بنت، انت مش هتتغيري عاد. لا يا مرات عمي مش هتغير. أنا هوريكي ريتال بقى، تعالي. بالراحة عليها، دي عروسة. وماله؟ افرح. ربنا يحفظكم ويسعدكم ويجبر خاطرنا فيكم يا رب. مالك يا مرات عمي؟ حاسه ان انت تعبانه. لا لا رايقه وزي الفل الحمد لله. لو مش قادره تعالي نرجع تاني. بتقولي ايه؟ انا جايه اشوف امك، اتوحشتها. ماما. ماما يا حبيبتي. صحيح يا زينه. يا رب تكوني بخير يا ماما. الحمد لله. شكلك تعبان. شهد قالت لي ما تقولي لماما، ما تقلقش خالص، هي هتعمل كل حاجه. جبرية كريم. ازيك يا حبيبتي؟
توحشتك. وانا كمان. تعالي 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 انتي بيتك ومطرحك. اها طول عليا وليا. بعد الشر يا حبيبي. فوتي فوتي قولي لي اخبارك ايه وعامله ايه؟ الحمد لله نحمد الله على اللي يجي. استاهل الحمد. شهد قالت لي ان الجلسه الجايه دي اهم نوبه، بس هي الحمد لله مطمنه. خليها على الله يا كبريه، انا مسلمه امري لله واللي يعوزه ربنا هيكون وراضيه بحكمه. يا اختي عايزه اقول لك حاجه يا كبريه، انا مسامحاكي يا اختي على القديم والجديد وعلى اي حاجه تعمليها، وما فيش في قلبي ناحيتك نقطة سودة ولا ناحية أي مخلوق خلقه ربنا. وكل يوم والتاني بيعدي عليا هنا بعاتب نفسي، هو الندم وحش، بس بقول يا ريتني لا كنت طلبت فلوس ولا ورث، كنت عايزة العيلة واللمة الحلوة. الحمد لله. إن شاء الله خير. وأقول لك على حاجة يا أختي، إياك تخافي أبداً، احنا كلنا حواليك وجارك، وانا وبنات والولاد والله للنهار ندعي لك، وان شاء الله ان شاء الله بعون الله كل يوم والتاني كده انا حفوت عليك اطمن عليك هنا. وعلى ايه كل يوم والتاني؟ مشوارة رايحه جايه، خليكي قاعده معايا تسليني واسليني. ها يا وليا فيك ايه يا جبريه؟ جبريه كريمه. كان لازم يبقى فيه موقف، كان لازم يبقى فيه دعم، لأن اللي أنا فيه ده بيخلي مروان يتأكد إن أنا ضعيف وإنه عنده القدرة إنه يتخطى أي حاجة لو كان عايز يعملها. تقصد إن أهل البيت الكبير اتأكدوا إن أنت ضعيف؟ للأسف محدش قدر يحقق أي حاجة من اللي إحنا عايزينها. محدش فاهم البيت الكبير ده كان هو مشكلتنا في البلد اللي هو فيها. عارف ليه؟ لأن أهل البلد كلهم كانوا بيحبوا أهله وناسه، وكانوا بيسمعوا كلام عبد الجواد الكبير في كل كبيرة وصغيرة طبعاً، وكانوا بيرجعوا له دايماً في أي حاجة قبل ما يعملوها ويتأكدوا إن كانت صح أو غلط. لكن عبد الجواد رفض إنه يتعامل معانا، وطبعاً ده أخرنا كتير. عبد الحكيم بقى كان حاكم زمام أمور البلد كويس قوي، لأن الناس كلها كانت بتحبه وكانت ماشية وراه. حاولنا طبعاً نهد قوته ونضعفه لكن فشلنا، وكان صعب جداً مع عبد الحكيم لأن أهل البلد كلهم كانوا بيحبوه وهو كان بيحترم جداً حبهم ليه. لحد ما جت الفرصة وأهل البيت الكبير بدأوا كلهم ياكلوا في بعض، وطبعاً لما أهل البيت الكبير ياكلوا في بعض يبقى مهم جداً إن يبقى في حد موجود يشعل النار ينفخ فيها. وانت تأكدت إن البيت الكبير لما الضربة بتجيله من بره بيقوا أكتر